بدي اقوله انه واحد بده يحكي مع وحده او بده يتعرف عليها او بده يصاحبها او بده يتجوزها وتقدر كانته على العلاقه من اول دقيقه. وين رايحه؟ وين جاي؟ مع مين؟ شو لابسه؟ صوري لي فيديو كول. خلص ما حيطلع حياتها، ما حيطلع ستايلها بالحياه، ما حيطلع طريقه لبسها، ما حيطلع رفقاتها، شلت كل العالم من حياتها. ليش حبيبي؟ مين انت؟ هي عندها حياه قبلك، عندها ستايل بحياتها قبلك، طريقة لبس. انت ليش بأي اساس انت قربت عليها؟ هي هيك بتلبس، هيك شكلها، هون رفقات قربت عليها، بدك تتقبلها مثل ما هي. يا اما روح نقي وحدة من الضيعة، اوكي؟ اذا كنت انت مسلم نقي وحدة محجبة، اذا كنت انت مسيحي روح نقي وحدة عايشة بالضيعة وبتضلها بالكنيسة، اوكي حبيبي؟ اذا انت بدك هيك روح نقي هيك، اذا انت بدك بنت مودرن روح على البنت المودرن، ما حدا ضربك على ايدك. هي بتحترم البرايفسي تبعك ورفقاتك، وما بتجي بتوسوس على رفقاتك وبعد عنهم وما بعرف شو، غير طريقه لبسك واهلك وما بعرف شو. انت كمان بدك كتير تحترم هالمخلوقه اللي قدامك. اول شيء اذا ما عندك ثقه فيها ما تكون معها، اوكي؟ اذا هي حلوه انت شايفها اوفر حلوه، روح نقي لك وحده بشعه حبيبي، اوكي؟ ممكن البشعه تكون برأيك انت وفي اكثر، بس هيدا الشيء كتير غلط، اوكي؟ لانه الحلوه اذا قررت انها تصاحب او ترتبط حتضل معك وحتضل وفيه، واذا ما قررت تصاحب او ترتبط ما حدا ضربها على ايدها، لانه هي اوريدي قويه وحلوه وقادره تطلع مصاري وتعمل حالها بحالها وقادره تصاحب سيد سيدك. فانت يا عيوني وقت اللي بدك تقرب على بنت، يا بتتقبلها مثل ما هي فول باكج، مع رفقاتها، مع لبسها، مع كل شيء، مع اهلها، يا اما خليك بحالك، روح شوف اللي بيناسبك، ما بقى تعملوا عقد عن نسوان. يعني بعض الرجال او اشباه رجال صار عندهم عقد من المره القويه. حياة المرة القوية هي اللي بتوقف حدك، هي اللي بتضل حدك، هي الوفية معك. أما هاي اللي بتتمسكن لتتمكن، حبيبي وما أدراك إن كيدهن عظيم، اسألوني لإلي. فما بقى تعملوا عقد عن النسوان الحلوة. النسوان الحلوة مثلهم مثل أي نسوان، بدهم حدا يحبوه ويحترمهم ويقدرهم ويكون منيح معهم بهالحياة ويبقوا معهم. كلنا مني وجر، انا عم بقلكن، انا الناس اختي عنا فكره ولا هيدي وحده مفحله مع جبل عجب؟ طبعا، لانه انا بدي الواحد الشخص المناسب لإلي، ما بدي اي حدا. فالانسان اللي بيمرق بتجارب ما بقى يعيدها. فجايز اسمعوا منيح اللي عم بقوله وافهموا بليز. ويا بنات ما بقى تستسلموا، ما بقى تروحوا مع مين مكان بس لتجربوا حظكم، لا، انطروا الشخص المناسب.